بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم قدموكم حلقة شغل عينة وجدناها عندنا، حابين نحكوا عليها ونشوفوا العلاج تاعها، اللي هي الإسهال. الإسهال كما نعرفوه هو أنواع، مش أي إسهال اللي تقول الأرنب عدو إسهال. كما احنا دياري بصفة عامة في الأرانب فيها أنواع، كان الإسهال العادي، كان الإسهال الأسود، وكان الإسهال الجيلاتيني، مجموعة كبيرة من الإسهالات، وكل إسهال عنده علاج. الإسهال العادي والله الإسهال اللي نعرفه احنا الإسهال الحاد، علاجه سهل. يجي منين؟ يجي من الماكلة. أونكا الأرنب يأكل حاجة ما هيش مليحة تحكمه دياري، وش تكون دياري شغل كما نقول احنا المسخن تاعو الزبلة تاعو يكون ماء صافي، اللي هو يسموه الإسهال الحاد. نعطيكم ملاحظة كيف تعرفوه. أولا تشوف حالة الأرنب، حالة يرثى لها. أولا تلقاها فراجيل بزاف، تحسوا بلي راح يموت، والإسهال تاعو تلقاه ماء. هذا يسموه الإسهال الحاد، هذا يسموه الإسهال الحاد، ماهوش إسهال أسود، ماهوش إسهال جيلاتيني، هذوك أنواع واحدة أخرى. هذا الإسهال الحاد شنو العلاج تاعو؟ العلاج تاعو سهل، ما تخافش منه، راه أغلبية الأرانب قاع يصيبهم، ما تخافش منه. علاجه أولا واش دير؟ تحبس الماكلة على الأرنب مدة 8 سوايع قبل، تشوف حكمته دياري، تحبسته الماكلة مدة 8 سوايع. بعد ما تخلص 8 سوايع واش راح دير؟ راح تروح للصيدلية البشرية، جيب سميكتا تاع دراري صغار، هذه سميكتا تاع دراري صغار، جيبها عادي، رادي ساشي نورمال، واش راح تستعمل؟ راح تستعمل ساشي في نص فنجان تاع ماء، ركز معايا مليح، هذه ساشي، استعملها في نص فنجان تاع ماء. لا غالبا يشدوا لي يدير لي ديكا هذا. تفرغ الساشي كاملة وتروح دير الماء ابيبري غير نص فنجان برك، باه تكونسونترا شوية، باسكو تاع البيبي الكونسونتراسيون تاعو راه ما تكونش كبيرة بزاف. جيب كويير وتخلط، احبس. راك راح تصيب وخرج كيما هاك. نزلوا معايا الكولير تاعو كيما هاك، يخرج ابيبري شغل مارون شغل كريم. من بعد واش نديرو؟ راح نقومو بعملية تجريع. واش راح دير؟ تجرع الأرنب تاعك 5 سنتيمتر ولا 5 مليلتر بالسيرانك من سميكتا في الماء، طريقة التجريع سهلة، تحكم الأرنب تاعك، هاي لا بوزيسيون، شدو من ودنيه ومن رقبته، لازم يكون راسه مرفوع لفوق، وتحط السيرانك في فمه، أوتوماتيكمون يروح يشرب وحده، لاحظوا معي، غير بشوية كي تكون تفوت، ما تفوتش كونتيتي كبيرة باه ما يجيفش، ها، كي تعرفوا بدا يتحرك والله ذيك أحبس، من بعد عاود ولي. لازم تشوفوه يحرك في فمه كما نقولو حنا ويبلع، ويسيي دايما باه يبلع. واش دير؟ ما تحطش السيرانك بوزيسيون في السونتر كيما راه سنيه، يسيي دايما تحط السيرانك دو كوتي، في الكوتي غوش ولا كوتي دروات، مثلا هنايا في الكوتي هاي، شغل تحفز الارنب باه يبلع.
صيد او كمل سنان. هذه ما طيشهاش، حطها في فريجيدار عندك كل ربع سوايع تعطي له سيران تاع 5 سنتيمتر. راه مده تاع 12 ساعه 24 ساعه ماكسيموم راح تروح له الدياري ويرجع لبس عليه. في هذه البريود واش دير؟ اولا لازم تحبس له العلف، حبسنا له الماكله مده 24 ساعه. مده 8 سوايع راه ما كلاش، نحط له غير الماء نسيو نحط له نخاله. نخاله ما مو كامل تعرفه، ما كاش نعرفش النخاله. حط له غير بكونتيتي صغيره، رجعوا لاكاش تاعو. بالنسبه للون بلاسمون وراه مشوه روحو، انا هذه لازم تنيتواي. نقعدش نوريكم كيفاه، وكل واحد كيفاه ينيتواي روحو. ايسي تجيب بابي، مانيش عارف، تجيب انجات، تجيب بابي جينيك، تجيب مانيش عارف شيفونها، تجيب حاجه تشمخها. ايسي طهرها شويه، دير لها الكول ولا دير لها الكتره تاع لو جافيل، وتشمخ له ديك البلاصه وتنيتوايها زين. البلاصه هذيك لازم تنيتوايها مليح، باه ما ديك البلاصه راه هو اوتوماتيكمون دوكا يبدا يهز في صحته شويه. واش راح يدير؟ راح يروح باه ينيتواي روح. ايسي ذاك الوسخ ما تخليهولوش. ونرجع لكم ان شاء الله كي يولي بصحته يولي لاباس عليه، ونشوفوا لي بروسيدير من بعد كيف راح نديروا معاه. هاي السلام عليكم. بعد النيتواياج، بعد ما نقيناه ما خلينا لهش كاع لي طراس تاع دياري، دوكا نحطو في لاكاج ونكملو لي بروسيدير، نعطولو النخالة ونخلو عليه. بعد ربع سوايع ان شاء الله راح نولولو ونعاودلو لي طاب كيما درنا درك نعاودوهم بعد. مدة تاع ان شاء الله تاع من 12 حتى 24 ساعة راهي تروحلو دياري ولي لباس عليه. ليسونسيال الماكلة تنحلو العلف كيما قلنا، تعطيلو النخالة السميكطة تخليها في كاس فنجان اللي راك دايرها. كل ما تجي دير خلط وجبت 5 سنتيم عطيلو كل ربع سوايع ان شاء الله. ثروازيام كاتريام فوا راح يولي لباس عليه. السلام عليكم ورحمة الله.